بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحبل الكريم، مشاهدينا الأعزاء، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نجدد لكم التحية في هذا المساء في هذه الانطلاقات. بسم الله وعلى بركة الله ينطلق أيها الحبل الكريم، مشاهدينا الأعزاء، والأشواط هذه الفترة المسائية الخاصة بلقاء أبناء القبائل مسافة 5 كيلومترات ضمن تميزنا الثالث في هذا الموسم، موسم سباقات اللجنة العربية الأصيلة 2011-2012. تنطلق هذه المسيرة والشوط الأول الخاص باللقاية بالأبكار اللقاية المحليات الأصايل مع المسافة 5 كيلومترات. نرحب بكل الأخوة المتابعين والحاضرين هنا في ميدان المرموم تحفة ميادين السباق، كذلك نرحب بكل الأخوة المتابعين خلف شاشة دبي ريسنج. هذه الانطلاقة تأتيكم في هذا المساء بتاريخ 15 يناير 2012. المقدمة والصدارة والبداية على المركز الأول في هذه اللحظات من قبل الشاهينية لعبد الله بن عيسى المنصوري، هو من يأتي في بداية اللقاء بالمركز الأول والصدارة الأولى. ثاني المراكز نصل إلى الهدف المركز الثاني، محمد بن أحمد بن مطر بن مايد الخيالي في ثاني اللقاءات في هذه اللحظات. تم المركز الثالث فنقله إلى وصفه، محمد بن سلطان بن طارش بالقوبع هو من يتواجد على رابع أو ثالث المراكز. أما المركز الرابع فهناك تسلل من شعار بن حاذة، هذه الهبيبة لمحمد بن طماطم العامري غير وانتزع المركز الرابع، بينما المركز الخامس وصول من قبل الحذره لمطر بن محمد بالقريني المنصوري، وصل إلى المركز الخامس، بينما المركز السادس هناك مشاهدينا الأعزاء الجزيرة لأحمد بن عيلان بن كراز في المركز السادس وسابع المراكز. هناك تتسلل الآن في هذه اللحظات وهذا الموقع الشاهينية لمانع بن فلاق الاجتبي اللي احتلت المركز السابع، بينما المركز الثامن وبره راشد بن حمد بن ضعيف بن غدير الاجتبي تحتل المركز الثامن. المركز التاسع الآن وصلت بن صوغان محمد بن خليل بن بخيت في المركز التاسع، بينما المركز العاشر وصلت نشوة لسالم بن عامر بن عمهي المنصوري. هذه الأسماء الأولى أيها الحبل الكريم، مشاهدينا الأعزاء، في هذا اللقاء وفي هذا المساء، مساء جميل يجمع المتأهلين هنا في هذه الأمسية والمتميزين. نعود إلى صدارة الشوط ونرى في المقابل هناك على قمة الشوط المنصوري سيطر، يا سلام، عبد الله بن عيسى المنصوري هو الآن صاحب المركز الأول وصاحب الاختيار مع الشاهينية التي فرضت نفسها ووجودها على قمة الشوط. الهدة في المركز الثاني، ومتى تنهد الهدة على مجريات وتحدي هذا الشوط مع الفيلسوف محمد بن أحمد بن مطر بن مايد الخيالي غيرت النتيجة وانتقلت إلى مقدمة هذا الشوط المركز الثاني. وصلت الحذرة أو وبره لراشد بن حمد بن ضعيف بن غدير، يا سلام، وصلت في هذه اللحظة وانتزع الثاني المراكز من خلال اللحظات. المركز الثالث لا تزال فيه الشاهينية عبد الله بن عيسى المنصوري، والمركز الرابع وصلت شاهينية أخرى وهذا هو مانع بن فلاق الاجتبي، قدم الآن الشاهينية على المركز الثالث، بينما المركز الرابع وصفه محمد بن سلطان بن طارش بالقوبع يحتل المركز الرابع والمركز الخامس، يا سلام، تسلل مع اسم جديد في هذا اللحظة والطيارة، عيد بن عبد الله بن عيد المنصوري خذ المركز الخامس في هذه اللحظات مع طيار الوذبة بالبعل في هذا العالم الجميل. المركز السادس وصلتنا الأسماء الجميلة، وهنا بن صغان محمد بن خليل بن بخيت في المركز السادس. المركز السابع محمد ومطر بن محمد بالقريني المنصوري وصل بالمركز السابع. المركز الثامن هناك تقدم سالم بن عامر بن عمهي المنصوري مع نشوة في المركز
المركز الثامن، المركز التاسع يا سلام وصلت الشاهينية سعيد بن سالم الزرعي، والمركز العاشر هناك أحمد بن عيلان بن كراز يتواجد في المركز العاشر مع الجزيرة اللي احتلت المركز العاشر في هذا اللقاء. عشرة من المواقع والمراكز، ولكن الأمور مشاهدين الأعزاء دائما تسير بمسار القوة ومسار الجبروت ومسار التحدي في كل الانطلاقات. وبرة غيرت الآن وانتزعت المركز الأول، وبره راشد بن حمد بن ضعيف بن غدير الاجتبي اللي سيطر الان على قمه الشوط على هذا المكان على هذا الموقع في هذه اللحظه. وصفه حاول وصفه محمد بن سلطان بن طارش بالقوبع هو من ياتي في المركز الثاني، ولكن اسماء مشاهدين الاعزاء بدات الان تتغير، بدات تتواجد، بدات تاتي في هذه اللحظه. ولكن اشوف المركز الثالث وصل شعار بن دحروي، وصل شعار بن دحروي هذه من حاف محمد بن مطر بن دحروي العامري، وصل واخذ المركز الثالث. بينما الشاهينية في المركز الرابع هناك سعيد بن سالم الزرعي، والمركز الخامس عندك يا محمد يا بن خليل يا بن بخيت في خامس المراكز. بينما المركز السادس شعار المنصوري خذ المركز السادس، المركز السابع الجزيرة واصلة أحمد بن عيلان بن كراز. بينما المركز الثامن عيد بن عبد الله بن عيد المنصوري مع طيب تيار الوثبة، ولكن الهدة تراجعت إلى المركز التاسع محمد بن أحمد بن مايد بن مطر الخيالي في المركز التاسع، والمركز العاشر ولا تزال نشوى سالم بن عامر بن عمهي المنصوري. ولكن نحن مشاهدين الأعزاء مع الكيلو الأخير، وصفة الكيلو الأخير محمد بن سلطان بن طارش بالقوبع الآن احتلت صدارة الشوط، هي من أقوى المرشحات لانتزاع هذا الشوط الأول، لكنها مسيطرة المركز الثاني. هناك وبرة راشد بن حمد بن ضعيف بن غدير لا تقل عنها وزنا ولا أهمية، والمركز الثالث يا سلام الجزيرة أحمد بن عيلان بن كراد ياتي في المركز الثالث مع الجزيرة، لكن وبرة انطلقت اخترقت حاجز الصوت. وبرة في المركز الأول الهدة متواجدة، محمد بن أحمد بن مايد الخيالي في رابع المراكز يا سلام، بالفعل رجل الأمتار الأخير الفيلسوف، ولكن وبرة مسيطرة. وصفة عادت إلى مقدمة الشوط، عادت إلى المركز الأول. يا سلام محمد بن سلطان بن طارش بالقوبع ينهيها بالقوبع، ولكن أهالي الرماح مشاهدين الأعزاء، محمد بن أحمد بن ماي الخيالي عاد من جديد، رجل الأمتار الأخير والهد خلاص روحت وسلمت على أهالي الرماح في هذا الصباح في هذا المساء. بالفعل تهانينا والناموس لهالي الرماء، واسعد الله مساكم على فوز الهده بالمركز الاول. محمد بن احمد بن مايد الخيالي وصفه في المركز الثاني، اللحظات الاخيره والهده مشاهدينا الاعزاء تنهي هذا الشوط. محمد بن احمد بن مايد الخيالي تهانينا والناموس، المركز الثاني وصفه محمد بن سلطان بن طارش، المركز الثالث وبرة لراشد بن حمد الضعيف، المركز الخامس الرابع محمد بن مطر بن دحروي، المركز الخامس أحمد بن عيلان بن كراز في خامس المراكز. هكذا إذا كانت